Nous informons la population qu'une conférence se tiendra à 6h cet après-midi au niveau de la mairie de Stoke qui sera animée par M. Hafiz Antoine et M. Abdelchir Mahiché. On espère que vous serez nombreux à participer. L'île d'Armée, soirée musicale au niveau de la maison de jeunes ménérières, animée par la troupe Pacbo. Donc, je répète, il y a une conférence au niveau de la petite. حمد وين يدخل مذاك يا الباب مليح مليح الله الصح والله مليح يا باب من فين تفك مسوره؟ اعطيكم الصحه يا عمر انا مسكين الى ميرينا هند سعد الدين الفرح تقنن التاريخ ها تقنن التاريخ اه بيشن Thank you.
الو الوارد اسميت الشيخ بن حداد Get it!
هذا شو؟ شو مهندرات؟ ها؟ شو؟ امسيو لو مير غادي نذكر الله دور اشو Je suis très content de cette festivité, l'initiation de tout le monde. Je remercie la participation de tout le monde. La Centracop qui nous a livré cette place dans un délai très réduit, qui est un délai de 2 mois, 20 jours. Ça n'aurait été pas les intempéries, on aurait même livré la cafette. C'est à l'organisation, à l'occasion de l'insurrection Cheikh Ahmed al-Mukrani en 1871 contre les forces coloniales françaises. الفرنسيين سنلقيهم وراء
هذا القمر سيكون مرميا في البحر او في البر. وهذه الكلمه الشهيره عن الشيخ محمد رمضان بن حداد حينما قالها في الجموع المحتشده امامه البعض في عصرنا هذا لم يصدقها، فقال ربما انها خرافه فقط. ونحن يجب عشنا مع الاباء والاجداد وسمعنا هذه الروايه بصفه متواتره، روايه شكرونيه بصفه متواتره، والناس جميعا يتكلمون ويتحدثون على هذه الروايه. يقول ان الشيخ بن حداد فعلا لما وقف ليلقي كلمه مختصره امام الاخوان الرحمانيين فنطق بهذه الكلمه وقال لهم: هات سيتعكس يمين، هاتني قالت في شطرة أوقعها، إن شاء الله صربي بالإعانة ربي، هكا أنا نسوق قوي الكفر الكفار قد مرتين، أنطلش أنا حرم ربي. فهي يوثن الرواية الشفوية نزلت من أجدادنا، يعني ولاش يوث نزلت بالمنطقة اللي فان فرنس بالحوض السومان وحتى في جرجرة وفي كل جهة سمعوا بهذه الكلمة وبهذه الرواية الشفوية. والتاريخ كما تعرفون أيها الإخوة ينقل عن طريق الكتابة، عن طريق الحكاية القصة الشفوية، أو عن طريق الآثار التي تدل على حدث تاريخي ما. لذلك هذا اليوم وغدا يومان عظيمان في حياة مدينة سدوق ودائرة سدوق، السيد 7 أبريل، أزكى إن شاء الله 8 أبريل، أما إن شاء الله بربي نجمع علينا الكريم سليم أروند قبل السويح كريم أهل سلو إيم سليم إيم سليم بالمحاضرة عدل وزراء يقول الله وخصوصا من أخينا الأستاذ الشيخ محمد الشريف بن الشيخ وغيره من المحاضرين الذين تعبوا وتفضلوا لإلقاء كلمتهم ومحاضرتهم بهذه المدينة. نتمنى إن شاء الله بربي أين لا تسلموا في حكايين لا نريد القرآن يقول سند سرقين ولكن لا الشبان إذا يتمكن يتمكن غران سارق الجزائر وينسى الخبر من يد الشيخ محمد مزيان بن حداد، منه يد الحاج محمد المقراني، منه يد الشيخ عزيز، منه يد الشيخ معمد، منه وين قرنتين الإخوان الرحمانيين طريقة رحمانية، أليست كطريقة رحمانية؟ لا 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 نفس الخبر سارق ولذلك بالبداية نسلسل الأجيال ماشي بغير الدنيا ولا سيما لأجيالنا لدريالنا لمنزلنا أنظر الرسالة ماذا بيك أذبح في التاريخ مثل المتكيك على خاطر في المتكيك ساعة تاريخ ضم القرآن بالشرق لمدى الغرب بالشمال بالبحر حاجة ميتة ضم المرصد في المتكيك الجزائر الشمس ضم القرآن في التاريخ. ولذلك ولذلك الكلمة ينقلش إن شاء الله ما هيش محاضرة معلقة الوقت ما يسمحناش باش نتبحر وما نتعمق في الموضوع. القرآن الجزائر أن بالعهد المصري بالعهد اليوروبا إلا المقاومة ضد الرومان ونسمي لها نفس التاريخ نفس التاريخ الإسلام يروح بعيد يعني في سنة في سنة العروق يزوران المقاومة للشعب الجزائري تروح إلى من العهد المصريصة إلى من العهد الرومان. أكسنا شعب الجزائر العهد الرومان يعدى شمند الوندر ركب الناس رئيس الاستعمار الروماني ركب الناس الاستعمار الوندري الأجنبي عدل الوندر يعني باختصار شديد وسند البيزنطيين يعني الرومان الشرقيين من نوع جديد البيزنطيين اسمي دوسان
كذلك الشعب الجزائري حر جدا ولعب بلا والدليل على ذلك لكن من امر روما امر وندا امر البيزنطيه داش الاتجاه الشمالي جنب بعض الاطلال جنب بعض المباني فقط هذا مكان واما الطابع ينسل كورة تبعها الشعب الجزائري لا بالشخصية الشعب الجزائري ولا بالعادات ولا بالتقاليد ولا بكل شيء إذن الشخصية الوطنية الجزائرية بقيت دائما أصيلة وعريقة فلن تتغير ولن تتبدل بسببها الاستعمار الروماني ولا الوطني ولا البيزنطي ومن بعد شيء يسلم يسلم الفتح الإسلامي يسد الفتح الإسلامي من عهد الفتح الإسلامي أيوة من جنة وليس من المقاومة شعب الجزائري كفح قبل الدفاع دشد الإسلامي دشد الفتح الإسلامي عربي لا كفح نسد في سنة الأجل كفح نسد نوع البلية أمش عمر روما أم الوضع أم البيزنطي كيف كفح نرى والدليل على هذا موقف كوسية وموقف الكاهن وإذا نسجل الثانية والمرة الثانية الملكة الكاهنة حارت وفتحي يشوف وعادة تنسى الأخبار تلوى بالليل أمر رومان وسدد استرد التمول واستعمر الشعب الزائر هذا الجاكلة أما في الخدمة الإسلامية كوسيلة المرة الثانية ينوخر يقبل سن الإسلام ولكن أسلم يبغى القائد الإسلامي عقبة بن نافع رحمه الله ورحمه جميع الصحابة والمجاهدين أريعوا لنا المعاملة الطيبة ما حدش بعين الاعتبار الكرامة تعكسية كأمير في منطقة معينة إيهاني إحقري ويحترف الدين أنا شو دين كدين لك يحترف الدين هذا كوسيلة نيف الإسلام يسلم باش يحقر من الدين نعم الإسلام دين الرحمة دين الاحترام دين يحترم الإنسان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ماشي النبي معصوم يغضب للحق من كل سيده هذا باش يخدم من كل سيده الناس مال لله الاسلام اراد السيوط البشري احقار المواطنين والاحقار المسؤولين المسؤولين يا اما الاسلام يقول لها كذب يا اما ويل في سنتين الارض الشمسين ماهوش المستوى المطلوب لا شيء قرار توقع المعركة الزاد نسيدي عقبها قال بسكرة نسيدي عقبها أنا اللي توضر عقبها من النفع رضي الله عنه معركة كبيرة يستشهد يموت عقبها من النفع وموت دينس مجموعة كبيرة من الصحابة والتابعين بعد المعركة وبعد الموقف نكوسي الآن الملكة الكاهنة الكاهنة ما سميه فهم الإسلام على حقيقة عالية
الله صدق شو بغير اسمع شو بقى فدي الله على الكرسي بس فرصه تبعك ورا مش معك I'm going to go to the hospital.
participé à des jeux olympiques de 4-5 par véhicule, je suis là, et après ça, il y a des 40 dispositions. On avait vu notre dame, le auto, une grande multitude. Je vais être à... Double détail. Thank you.
صارت شركه اللي يهضر مليح هدايا سي احمد اخذ هدايا Thank you.
أجدد ثانية مرحبا ترحيب لضيوفنا، والكلمة تحيل إلى السيد طيب. سيد طيب فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الآية الثالثة التاريخية، نحيي وكذلك نخص بالشكر السلطات الولائية المدنية والعسكرية الذين نظموا هذا المجمع العظيم. وعلى هذا أرحب بضيوفنا الكرام، استشهاد بطل من أبطال هذه المنطقة ألا وهو أوريس على المدى، أوريس على التاريخ نشهرنا العام يلا يجوز من ميغتي يحيى بنادم من ميغتي يفكر بنادم التاريخ السنين نضبط الوعديس. إهين كنين الشيخ بن حداد أقيم نزمر أدنيني ذيوني لان درقاش الزعيم، ذيوني لان درقاش القائد، اليوني لان قرقز المجاهد يلان
يقوم يحارب الاستعمار الفرنسي اما كان يحارب الابطال النظامي في جوارين ابتداء. تستطيع ان تفتخر بهذا الرجل العظيم، تستطيع ان تفتخر هذه المنطقه التي ولدت ابطال مثل الشيخ بن حداد. تزمر مساكين يكون وش مرتقي، وخاصه اتسلف مقرو ينوان اتسعم تاريخ تدي جديد في ديجا الشيخ بن حداد على مزيوم القيامه. إيه مساكين ونحقر على يمنا ونحقر على ثموثنا ونحقر على المناطق الطلبه اجل الوقت ماشي ساعه مساكين، ولكن تجد البدايه تجد البداية. ما زال سنة عزاد، ما زال عوام عزاد، ما زال على كل حريقة زين أبقى من البحثين باش أكلمين أجمع عن التاريخ في عدد المدينة كل طورة على خطر التاريخ له الفنيه من 54. ماذا قلنا ننجح؟ ماذا قلنا القامة كل أولا الطريق؟ ولكن أودي مغمالة أودي كرالة النظام مدينة 54 نفهم ما في سهل. أقول لكم تفهم دي جنيوران، أقلك تفهم ذلك اللي حافظ الضباط، أقلك تفهم المسؤولين قرانا سلطنة الدفاع قلت زاكي مثل كاكي دي أمير عبد القدر 1262 إهي لقون السمراء باش أكني ولاد كنوي وقربني سلاح على خاطر يعني مصداقا ليقول النبي صلى الله عليه وسلم كلما رغز يتمرت ما رفقنديش هذا انتصرا أسني قاري صحابة إنسان أسني تخلصنا من الجهاد الأصغر فرجعنا إلى الجهاد الأكبر. أقلع نفوق يون الجهاد ذا مشطوح انو غلع الجهاد القران الا وهو جهاد النفس الا وهو جهاد ببناء الوطن وتشييد الوطن. ايوا كما قلت الزرم لاكاس لاكاس تاعهم 2060 تاعهم اسمي سيت الدرتاه سقط الله واش في تلفيش تايا حدد ها تعلمن ثوره ثوره اني واسق واس تعلمن 1871 انا شحال يحارب اسبوع عامين هذا اللي نرى Thank you.
شاديني ما سام كرهت شارع ديني ما تمغراي شي حد الودي مقران ان انت دارت انا عم الشيخ هذا هذا انا هيك تمغرا شيخ نفرحيش شيخ بالحجاج لا مو عبد الشبعين لو تفرين لو تفرين لا اشرح اشرح ما يجيش شو يجي ديوشان ايك تشينا شيخ دني ذكرت زاد درنا ذكرت ف مرحبا بكم اهلا بكم نفرح يسون لا سلام عليكم تجديد اللي جاء الله بالبركه زيون ان شاء الله راك خمس شي قحد بعد راك خمس شي قحد ذا سيد ديكرايس لوي تافريل تيا كيسا دي قاعد نبغي ويني ذا خمس راك كان زوير تخلوي تيس مالك شو معاك تيس كاين قار داخل البيت نعم اي داخل البيت سين كان كيف ويك لي فوتو دارا ويسنا وين ننسى ننسى ننسانيه كان ننسانيه كان قلتك قلتك انسى صافي كل حرايطه كاين وقت الحريق كوك وداك اللي سوك الحريق ميمو يعاود لك كذا جلس ويجي يسقي يسغري ما في كاين ثاني هذا جلس اوكي هاك تجي هاك يا كارين
لك جعفر ولا بغاتك تدس الدومه؟ خلاص هذه الدومه هذه شفتها الدور بينا فوالا هذا نصور معاه نصور صراحه هذا ردك تشين وانت انت مغريه؟ اه الى جديس جديسه؟ اه شتي واحد ويا ويا كني دي هنا غير شنك دي هنا دقلة شاب قسمي قلة يا كم جنوب مرة مبارك ساعة دائما مغطي راسنا بغاتك شكل ما راضي هذا الشيخ حيبنا بغاتك شكل جينا بكرة في الشيخ أحسد شيخ أحسد لا بين يدنا ما ضري يدنا ما ويد شفران أين يد كرة شفران في الشيخ أحسد شفران في الشيخ أحسد هذا الشيخ أنا من يد شفران هنا بكرة يوني تتخرف عجل حضر حضر سعين سنانا عشان نسمع ايه هكا ان الهضرات مزواروث كانوا بعد السبع ايه اجل ضر هذا ايه نجاب ايه نجاب تران كتاو ترشيق سوى الدنيا زايرين الوالي زايرين اه يا زايرين الوالي الشيخ حدا عاد الغوثة رباني حليل الوالي الله الله زايرين الوالي زايرين يا وردي يا دنيا بن عبد الرحمن الشيخ الحتناوي شو هذا ضرب الشيخ حدا على الكلام منين نافع اللي ما ضموا ولا شو ما كاين يتخمم من في مغاريه يا سيدي تخمم من الفرح شو ولا سليمان هذيك صار بالشده غادي تصاب بها الرحمه غادي قال بالشيخ حدا دخلت في الله وان شاء الله غادي قال بالكسوك شده في الله ان شاء الله وكثير جادن اذا يكون يحيوا ربا ولادي وكان يفرق خبالي بعض ربنا وصيب في الله وإن شاء الله هذي قرب الشيخ حدد دويني دا دعوة دوين اللي صنعني بس إن شاء الله زايرين الوالي زايرين نتشك أحلى أيو أخمي لخني نعم 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 لا 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 ل